اليوم اللي عم بصير في أفغانستان هو درس لكل واحد واليوم أنا عاوز أقول أنه في كثير من أحبائنا المؤمنين المسيحيين في كنيسة في أفغانستان وعم بواجهوا الصعوبات وعم بواجهوا الاضطهادات وكثير منهم رح يضطهدوا وكثير منهم للأسف رح يموتوا ورح يموتوا طبعا استشهاد من أجل يسوع المسيح ولكن الاخطر عندما لا يدرك الانسان بيتخبط في الظلمه في المجاهل مش عارف يقرر شو الشيء الصح والغلط ولا سيما في بلاد الغرب. دعوه لنستيقظ احبائي انه الكنيسه كما يقول الكتاب اذكروا المقيدين كانكم مقيدون. نشعر مع الناس المضطهدين. ما هياش بس مجرد في جمعيات اللي بتهتم في اللاجئين والاحتياجات والمضطهدين هذا هو اهتمام الكنيسة نصلي للجسد كله بشكل عام في أي بلد في العالم فطبعا هذا لا يعني أنه قوانين أفغانستان آه رح تكون أفضل من قوانين بلد أخرى فالكنيسة سوف تواجه كل الأنظمة وكل التحديات السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية أيضا رح نواجه كل هاي التحديات ولكن ما هو دورك وما هو دوري كمؤمنين إزاء هذه المواقف فيعرف الشخص عند المواقف لما أنت بتكون يعني هويتك واضحة وهاي الهوية الشخصية اللي بتعبر عن كيانك بتعبر عن هويتك بتبين مين انت مش مجرد كلمات بتكتب ليها على السوشيال ميديا مش شوية كلمات بنختبئ فيها وراء المنابر أو وراء الكاميرات في حياة عملية اللي لازم تكون شهادتنا واضحة أمام الجميع فخلينا نصلي من أجل الوضع في أفغانستان إنه الله يحول كل الامور للخير وعلى فكره الصوره المظلمه او الصوره الصعبه اللي عم نشوفها هناك مين بيعرف يمكن الله يفتح الابواب ويكون نهضه وانتعاش عظيم في هذا البلد